بقلايف نستضيف السيدة رولا عاصي المديرة التنفيذية لمهرجانات صور الدولية اللي عم تكبر كل سنة عن سنة وعم تعرف أكثر على هال يعني المنطقة الرائعة من لبنان، الشاطئ الرائع من لبنان، لأنه اللي بروح على صور أكيد ما رح يروح ليلة واحدة، رح يكون عم يقضي وقت لحتى يتمتع بالجمال فعلا وبالمهرجانات اللي عم تكون رائعة وكل سنة عن سنة أكثر وأكثر. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيكم وانتم كمان. دائما الاجواء عم تكون مميزه مختلفه، فيها عم تعرف على ثقافات جديده ضمن هالمهرجان. صحيح، مهرجان سور بيتفرد بابعاده ثلاثه، اللي هو مهرجان ثقافي فني اجتماعي. فهول بتحرص عليهم مدام بري، انه هول ثلاثه هن الباس تبع لننطلق بمهرجان. فمهرجاناتنا طبيعي السنة بلشناها مع جمال أبو الحسن على مدى ليلتين، كان الإنتاج محلي اسمه صور بين الذاكرة والحلم. حكي عن مدينة صور من تاريخ الفينيقيين لوقتنا المعاصر بالمرافقة مع كورال الفيحة ومع الأوركسترا السيمفونية اللبنانية. هذا كان افتتاح، كان أكثر من 120 شخص على المسرح. صحيح، وبتمرق معه المشهديات يلي بتحكي بالصور عن شمراء، بيرجع بيمرق شوي من بعد عن كل المراحل، مرق فيها الحروب، مرق فيها السلام، ومرق فيها آخر ربع ساعة تحية لكبار الفنانين اللبنانيين اللي غادرونا بالجسد بس اللي فنن باقي بيناتنا. فهيدولي على مدى ليلتين كانوا كتير رائعين. الجمهور كتير قدر، هيدا أول إنتاج محلي بنعمله بمهرجانات صور. العرض كان صحيح إنتاج محلي بس بمستوى عالمي الحقيقة. بلش ب20 تموز المهرجان ومستمر لغاية 6 آب، رح نستعرض كل الليالي كمان، نشوف كمان هون بعض اللقطات من حفل الافتتاح. صحيح، والجمهور عم يكبر أكثر وأكثر كل سنة. طبعا بحضور شخصيات كمان سياسية واجتماعية وعالمية. على كل حال اللوكيشن كمان شغلة كتير، اللوكيشن كتير حلوة لحالها، بتنقلك على محل تاني، سحر، فيها سحر الحقيقة. يعني هيدا الإرث اللي تركونا إياه الرومان من عصور وعصور، فهيدا فخر فخر. وهون بحب نوه، بس بحب أشكر وزارة الثقافة اللي هي قائمة على المديرية العامة للأثار اللي عم بحافظونا على أثاراتنا. أجواء حلوة رائعة، رح نتابع أكثر الحديث عنها بعد هالوقفة. منتابع لايف عم نشوف برنامج مهرجانات صور الدولية اللي غني جدا البرنامج، وبعتقد انه الفنادق بلشت تنتلي بصور لدرجة كنت مفكرة انه ما في كتير فنادق هالقد، الناس عم تجرب انه تاخد يعني غرف، ما بقى عم بتلاقي، بس عم تقيلي انه لا في فنادق وبكترة كمان، ولكن هي الطلب كبير. صحيح، طلب كبير. والحلو هالسنتين مدينة صور عم تشهد كتير سياحة داخلية، ويلي هي عم نتميز فيها بصراحة، وهي كتير مهمة، أهم من السياحة الخارجية بصراحة، لأنه قد إيه أحلى من أهل البلد نفسهم يزوروا المناطق التانية. وهيدي أساساً المهرجانات انعملت كرمال هيك، كرمال أكثر عدد ممكن من كل المناطق يشوفوا بقية مهرجانات بعضهم. الحلو أنه بيصور فينا نتمتع بالنهار بالبحر وبالليل بالمهرجانات. صحيح، يعني ويكأن مثالي. صحيح، بيكون عم نشوف على كل حال صور كمان من أجواء الافتتاح وكمان الحفلات يلي بلشت ب20 تموز. فإذا كل ويك أند عم بيكون في حفلات. هل ويك أند شو في؟ هل ويك أند نحن مع موعد مع السينوغراف العالمية كارمن موتا الإسبانية بفرقتها بعمل اسمه أنتولوجيا. أنتولوجيا هو البيست أوف تبع كارمن موتا. كارمن موتا فوق 80 سنة. بعد لهلا بتتابع فرقتها ورقصها وملابسها والموسيقى والهي، انه كلنا بنعرف قد ايه الموسيقى الاسبانيه اللاتينيه قد ايه محببه على القلب. فكيف لما بتتزامن مع عروض رقصها، مع ملابس رائعه، مع لعبه الاضاءه اللي بتكون معها، مثل ما هلا عم نشوف، انه
من أروع الحفلات اللي بتنشاف مع أجواء الملعب الروماني وأجواء صور أكيد. رح تكون أكيد ساحرة هالليلة. كنا عم نشوف بعد على مدى ليلتين هي 28-29 جمعة وسبت. جمعة وسبت ننتقل للأسبوع اللي بعده. الأسبوع اللي بعده بأربع آب بنكون صرنا مع موعد مع وائل جسار الفنان اللي مليان أحاسيس اللي فنه كتير راقي أنا بقول عنه وقد ايه له محبين بكل لبنان مش بس بالمدينه فعلى موعد معه نحن ان الله راد باربع اب بصور اما خمسه اب مع الفنان الجزائر العالمي شاب خالد لاول مره بيجي على صور وهون بحب نوه بشغله انه شاب خالد اول مره فات على لبنان من 25 سنه فهيدا مثل اليوبيل الفضي له لدخول لبنان فراح يكون بمهرجانات صور ان الله راد شبابيه وفي نحن حنكون على موعد مفاجاه بليلته ما عم نعلن عالم بس للناس تجي وتشوفها اوكي بس ما بيخلص المهرجان هون بست اب كمان في ختام مسك ليله الشعر العربي صحيح هيدا اللي من ثوابت مهرجانات صور وفعالياته للحفاظ ولتذكير الناس بلغتنا العربيه يلي شوي عم بتروح منا فكمان هيدي بتوجيهات الرئيسي مدام رندا بري بتصر انه هيدي الليله تبقى لانه في لها جماليتها في لها ناس في لها محبينها كثير في لها ناس كتير بيهتموا فيها وغير انه ممكن تستقطب او تحرك بشي حدا قاعد عم يحضر هيدي الليله يمكن عنده حس او تستفزه للكتابه باللغه العربيه ونحن عم موعد مع شعراء من مصر والسودان سلطنه عمان والعراق ولبنان هلا مش ضروري نكتب بكفي نقرا صحيح. كمان يعني بعد صحيح. أهم وأهم كمان صحيح. شكرا لك سيدي رولا عاصي أكيد تحية لكل أهالي سور وتحية لكل القايمين على مهرجان سور لكم بحب بس شير لشغلة واحدة إنه إحنا عنا أكيد مواصلات مأمنة من قدام الأباسي بطبي وبيترك بغادر الساعة 6 البولمان ومن قدام الجولدن تيوليب على الجناح بغادر 6:30 كمان في شغلة لنوصل لكل المغتربين أكيد بالعالم وللمسافرين نحن المهرجان اللبناني الوحيد اللي بنطلع لايف ستريمينج بليالينا برات لبنان فهيدا كمان نقدر نوصل لما قادرين يجوا نحن بنوصل لعندهم نوصل لعندهم اهلا وسهلا فيك شكرا لك عقبال كل سنه واقفه هلا خلص وقتنا لهلا ب ام تي في الايف موعد جديد اكيد بكره مع مجموعه جديده من المواضيع رح تكونوا على الموعد باي باي